حياة كريمة في محافظة أسيوط، ودلوقتي في تنفيذ 304 مشروع بقيمة 1,705,000,000 جنيه في مركز منفلوط وكمان مركز ديروت، وده ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين حالة القرى والريف بجمهورية مصر العربية. خلينا نروح دلوقتي للمهندس محمد عادل دياب، مدير مشروعات مبادرة حياة كريمة في أسيوط. صباح الخير عليك يا فندم. لو تقول لنا نصيب البنية التحتية من الأرقام دي هيكون إيه من هذه المشروعات؟ صباح الخير يا أستاذ هدير، صباح الخير يا أستاذ حسام، صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباح الخير على السادة المشاهدين، صباح الخير على مصر. أهلا. أولا أنا أحب أبدأ أتوجه بالشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حفظ الله على المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصري واللي أطلقها سيادته، وهي عبارة عن الحلم اللي بيحلم بيه أهالينا بالريف المصري، وهدفها الأساسي هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية لأسرنا في الريف المصري، الأسر الأكثر احتياجا لاحتياج تنمية شاملة بتلك القرى، وتحقيق حلم الأجيال الحالية والقادمة في حلمها في حياة كريمة وحياة عصرية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. الهدف الأساسي من المبادرة حضرتك هو تحقيق حياة كريمة لأهالينا في الريف المصري وتشغيل الأيدي العاملة على كافة المستويات. بالنسبة للسؤال اللي طرحته لحضرتك، الجدير بالذكر أن التطوير بيتم في محافظة أسيوط في 7 مراكز من إجمالي 11، هيكون إن شاء الله باقي المراكز في المرحلة الثانية والثالثة على التوالي، بإجمالي 149 قرية، 894 تابع، إجمالي المشروعات في 7 مراكز 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار. أما مركز ديروت ومنفلوط اللي هو بيقوم بتنفيذه جهاز تعمير الوادي الجديد، إجمالي المشروعات 304 زي ما حضرتك فضلتي وذكرت 304 مشروع بإجمالي 1,700,000، وباقي المراكز 23 مليار و300 مليون بإجمالي 1,196 مشروع حضرتك. عظيم جدا. طيب احنا عايزين من حضرتك يعني تفاصيل اكتر عن المشروعات، وايه القرى اللي تم فيها مشروعات بالفعل، ايه القرى اللي محطوطه على الخطه المستقبليه. المشروعات حضرتك المستهدفه ما بين انشاء جديد وبين مشروعات رفع كفاءه، بتتمثل في على كافه المستويات من مجمعات خدميه، مجمعات زراعيه، مراكز شباب ورياضه، وحدات صحية، نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات الكهرباء والطرق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. لو مسكنا مجمع خدمي هتلاقي حضرتك النهاردة المواطن في الريف المصري مش محتاج يروح المدينة، بمعنى أن الريف المجمع الخدمي بيشمل الآتي مركز. الكلام ده عظيم يا باشمهندس، بس الناس اللي من أسيوط دلوقتي هيبقوا قاعدين سامعيننا وعايزين يعرفوا ده هيحصل فين، في مركز ايه، في قريه ايه. يعني الواحد قاعد، انا دلوقتي من قريه صغيره في مركز ديروت مثلا، مستني ان قريتي يحصل لها رفع كفاءه، واحد تاني قريته ما فيهاش بنيه تحتيه فمستني ان قريته يتحط لها البنيه التحتيه، فحضرتك فرح الناس بقى معانا. تمام يا فندم. انا عندي في اسيوط هيحصل في 7 مراكز الاتي: ديروت ومنفلوط، وهيحصل في ساحل سليم وابو تيج ومركز ابنوب ومركز الفتح حضرتك. هذا المراكز الكبيره. عظيم جدا. تمام، يعني 7 مراكز تقريبا من اجمالي 11، الاربعه التانيين ان شاء الله هيكون في المرحله الثانيه والثالثه على التوازي باذن الله. طيب اسال حضرتك عن مشروعات الصرف الصحي طبعا، لانه والمياه، لانه دي حاجه غايه في الاهميه، وصلت فين في مبادرة حياة كريمة في أسيوط؟ المشروعات الصرف الصحي طبعا، البنية التحتية كلها والخدمات كلها حضرتك، من مية وصرف وكهرباء وتلفونات وغاز، كله على التوازي إن شاء الله مع المجمعات الخدمية، لأن النهاردة ما أقدرش أعمل منشأ وما استفدش منه إلا بتوصيل المرافق والخدمات. صحيح. من طرق وصرف وكهرباء وغاز وحريق وكده، فكله ماشي على التوازي حضرتك، وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشروعات 60%، وإن شاء الله خلال الأسابيع القادمة سيتم تسليم بعض المشروعات المستهدفة من مجمعات خدمية وزراعية
ومراكز شباب ونقاط اسعاف في الاسابيع القادمه ان شاء الله. طب يا باشمهندس اسال حضرتك، المشاريع دي بيتم تنفيذها بسواعد ابناء القرى؟ لانه ده كان يمكن ناس بتتكلم عنه انه ما يجيش مقاول من بره القريه ياخد الشغلانه ويكون في ناس قاعده مش لاقي شغل داخل القريه، بتنظموا الموضوع ده ازاي؟ حضرتك الكلام ده مظبوط وده بيتم على ارض الواقع فعلا، ودي توجيهات القياده السياسيه وتوجيهات فقامه رئيس الجمهوريه ومعالي دوله رئيس الوزراء والسيد اللواء الوزير المحافظ، وده بيتم تحقيقه فعلا على ارض الواقع، لان الهدف الاساسي من المشروع تقديم خدمه لاهالينا في الريف للمواطنين وتشغيل الايدي العامله وصغار المقاولين، وده فعلا اللي بيتم والناس مبسوطه وسعيده بانها بتشارك في عمل وطني وقومي زي ده كمان. عظيم. طيب باشمهندس، يعني بما ان احنا اليومين اللي احنا فيهم الجو قارس البروده، ومعروف ان في قرى الصعيد الجو بيكون صعب ايضا، وفي يعني تمام. للاسف بعض من القرى البيوت فيها يعني مش مساعدة اصحابها في 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 الدفا، في تمام. بيوت بتبقى ضعيفه ما لهاش سقف مثلا، فاحكي لنا كده مبادره حياه كريمه بتتعامل ازاي مع هذه الاشكاليات في القرى. طبعا حضرتك الكلام اللي بتقوله حضرتك مظبوط وهو ملموس على ارض الواقع من المواطن الريفي. حضرتك تم حصر جميع المباني اللي هي بالحاله اللي ذكرتها حضرتك وتم عمل المؤسسات لها، وفعلا حاليا دلوقتي احنا في ارض الواقع بيبقى ليها اولويات وتم ادراكها ضمن البرنامج الرئاسي اللي اطلقه فخامه رئيس الجمهوريه حفظه الله، وتمت فعلا التغطيه لجميع هذه المنازل حضرتك على ارض الواقع. وحضرتك احنا شفنا كتير طبعا يعني في جميع الصفحات وفي جميع القنوات اللي بيتم سعادتك على ارض الواقع من هذا في هذا الاتجاه. عظيم جدا جدا. مهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات مبادره حياه كريمه باسيوط، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم عن وجودك معنا.